بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس المؤتمر المقر، أصحاب المعالي الوزراء، معالي السادة طاقم الاتحاد الدولي للاتصالات، السيدات والسادة الحضور الكريم، أصحاب السعادة الموقرين، رؤساء الوفود المشاركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البدء أسمحوا لي أن أهني الاتحاد الدولي للاتصالات على نجاحاته المتواصلة في دعم قطاع الاتصالات وتغانة المعلومات ليتمكن من توفير بنى تحتية تحقق شعاره المرفوع بالالتزام بتحقيق توصيل العالم. وما نشهده الآن من طفرة في انتشار استخدامات تقنيات الاتصالات والإنترنت وإسهاماته الجلية في ترقية المجتمعات لدليل قاطع على نجاح قيادة الاتحاد في تنفيذ التزاماتها تجاه الشعوب. وقد ساهمت الوسبة في قطاع الاتصالات وتغانة المعلومات في منطقتنا العربية كما في العالم أجمع في تطوير قطاعات المجتمع الأخرى من صحة وتعليم وتواصل اجتماعي وغيرها من المجالات الحيوية لدفع عجلة التنمية والرغي بحياة الشعوب. فأصبحت وسائل التقنية الحديثة تعتمد عليها جميع شرائح المجتمع في أعمالها اليومية، وما نشهده اليوم من الإمكانات العظيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لا سيما إمارة دبي في مجال التطبيقات المتطورة لاستخدامات الاتصال وتغانة المعلومات، يمثل نموذجا يحتذى في منطقتنا العربية لما لها من مستوى رفيع في توظيف هذه التقنيات لخدمة المجتمع والرغي بإنسان المنطقة. واسمحوا لي هنا أن أتقدم بالتهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة ولإمارة دبي على اختيارها لاستضافة هذا المؤتمر المهم والذي يعد قبلة لأهل الاقتصاد والتكنولوجيا. السيد الرئيس، أصحاب المعالي، الإخوة والأخوات الكرام، لقد تجاوز عدد مشتركي السودان مشتركي الهاتف بالسودان 28 مليون مشترك بنهاية العام 2013 بنسبة تغلغل 84.5% ونسبة تغطية بلغت أكثر من 88% من المساحة المأهولة بالسكان. وبلغت مسارات الكوابل الضوئية في السودان أكثر من 23 ألف كيلومتر تغطي مسارات الطرق القومية والمدن الرئيسية وصولا إلى دول الجوار عبر خطوط الربط الإقليمي والغاري. وفي هذا الصدد فإن الدولة تسعى بهمة ونشاط لوضع الخطط لتعميم استخدام النطاق العريض والذي يأتي شعارا لهذا المؤتمر، النطاق العريض للتنمية المستدامة. السيد الرئيس، السادة المؤتمرون، إن مؤتمرنا هذا يأتي في مرحلة هامة يتطلع إليها الجميع بالنسبة للفترة الرباعية القادمة، مما يتطلب منا جميعا الإسهام قدر الإمكان والتحلي بنظرة بعيدة المدى ورؤية واضحة الأبعاد بالنسبة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبدوره الحيوي الهام في استدامة التنمية. ونؤمن على ضرورة حق الوصول لخدمات الاتصالات للجميع دون تمييز وضمان استخدام متساوي للتقنيات وتوظيفها في خدمة المجتمعات. السيد الرئيس، أصحاب المعالي، السادة المؤتمرون، يواجه السودان تحديات ماثلة نتيجة للعقوبات الأحادية والحصار الجائر والحظر المفروض على شعبنا وبعض الشعوب الأخرى، والذي أثر على نمو التطبيقات الإلكترونية في بلادنا. وقد أسهم ذلك في حرمان السودان من استيراد أجهزة ومعدات هامة والحصول على بعض البرمجيات من مصادرها والاندماج في أسرة تطوير واستخدام البرامج مفتوحة المصدر حتى لاستخدامات وأغراض البحث العلمي، إضافة إلى حجب العديد من المواقع والخدمات الإلكترونية على شبكة الإنترنت، الشيء الذي أضاف أعباء وصعوبات على المواطن السوداني في الحصول على حقه الإنساني في التعلم وتطوير نفسه، وذلك للحصول على أبسط الشهادات الاحترافية على المستوى الشخصي. ونحن إذ نعول على إمكانيات الاتحاد الدولي للاتصالات في إدارة موارد شبكة الإنترنت وبصورة فاعلة وعادلة باعتباره إحدى وكالات منظمة الأمم المتحدة، نرجو أن يطلع الاتحاد للقيام بمسؤولياته تجاه الشعوب في التدخل السريع والحاسم لتقويم الأخطاء التي صاحبت الهيمنة الأحادية على موارد شبكة الإنترنت. ونثق في الاتحاد الدولي للاتصالات في أخذ زمام المبادرة لتصحيح مسار شبكة الإنترنت العالمية، باعتبار أن القرارات التي تؤثر في موارد الشبكة العالمية تتخذ بالإقناع والمنطق وتؤسس على رأي الأغلبية لا بالهيمنة وفرض القوة وسياسات الأمر الواقع.
نريد أن يقوم الاتحاد الدولي للاتصالات بإدارة جميع موارد الشبكة بطريقة احترافية وفاعلة تضمن مساواة الجميع في الحق الإنساني للنفاذ مع مراعاة الجوانب الفنية والتقنية ودون اعتبارات للاختلافات السياسية والأيديولوجية والتحيز لتبعية غلة من الدول. السيد الرئيس، أصحاب المعالي، السادة المؤتمرون، عزز السودان من مشاركته في فعاليات الاتحاد الدولي للاتصالات، فقد كنا حضورا في جميع مناشط الاتحاد ومساهمين بفاعلية في الوصول إلى قرارات توافقية بين الأعضاء بما يدعم مسيرة تنمية قطاع الاتصالات وتقانة المعلومات، وقد استفدنا كثيرا من توصيات الاتحاد في مجال إدارة وتطوير القطاع، لا سيما قرارات وتوصيات قطاع التنمية. وهنا نود تقديم الشكر الجزيل لمعالي الأمين العام للاتحاد الدكتور حمدون توري على مساهماته المتعددة وحثه للأعضاء على تطوير القطاع وتأمين وتوصيل خدمات الاتصالات لجميع فئات المجتمع. ونخص بالشكر سعادة مدير مكتب تنمية الاتصالات السيد إبراهيم سانو لدوره البارز منذ توليه مهام المكتب، وننوه بالمساهمات التي يتبناها لتحقيق رؤية الاتحاد. هذا وتؤكد حكومة السودان على الدور السامي والخدمات الإنسانية التي يقدمها قطاع تنمية الاتصالات في الاتحاد بالنسبة للدول النامية. وختاما، لا يسعني في نهاية مداخلتي هذه إلا أن أتقدم مجددا نيابة عن جمهورية السودان بالشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا على احتضانها لهذا المؤتمر العالمي وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وإلى كل من عمل واجتهد لإنجاح هذا المؤتمر سواء من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات ومكتب التنمية بالاتحاد أو من الدولة المستضيفة، كما ونعمل أن يخرج مؤتمرنا هذا بقرارات وتوصيات تلبي احتياجات البلدان النامية وأن تكلل مجهودات المؤتمرين بالنجاح، وأن يخرج برؤية واستراتيجية واضحة المعالم لقطاع التنمية بالاتحاد الدولي للاتصالات منفذا خلالها كافة المبادرات التي سيتم اعتمادها، وذلك تنمية ونهوضا بأممنا وتغاربا وتكسيرا للفجوة الرقمية وتطويرا لشبكات الاتصالات وخدماتها في بلادنا النامية ونشر المعلومات في كل مكان. نشكر لكم حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.